أعلن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للقضية الكردية وقف جميع نشاطاته في البرلمان التركي بعد اعتقال السلطات لرئيسي الحزب صلاح الدين ديمرتاش والسيدة فيغان يوكسكداغ إضافة إلى 10 نواب الجمعة. وأفرجت السلطات الأمنية عن 3 نواب وأبقت على 9 بينهم رئيسي الحزب. بعد المشاورات مع كتلتنا البرلمانية واللجنة المركزية للحزب قررنا وقف نشاطاتنا التشريعية في ضوء الهجوم القذر والشامل على ديمقراطياتنا وأن نعود للناس مرة أخرى. ويمثل حزب الشعوب الديمقراطي القوى الثالثة في البرلمان حيث يشغل 59 مقعدا. وتتهم السلطات التركية ديمرتاش والنواب المعتقلين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور والترويج له، غير أن الحزب نفى قطعيا لعبه دور الواجهة السياسية لحزب العمال. ويذكر اعتقال قادة الحزب المؤيد للأكراد التوتر في البلاد التي تخوض حملة أمنية وعسكرية وسياسية لا هوادة فيها ضد الأكراد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.